السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مطبخ ميموشة. كنتمنى تكونوا على خير. اليوم كنقترح عليكم المعقودة أو كرات البطاطس المقلية، كتجي لذيذة بزاف وما شربش الزيت، مع السر اللي كيخليها تنجح لكم وما تفتتش لكم فاش تضعوها في الزيت. باش تعرفوا سر نجاح المعقودة بقوا معايا حتى الآخر. بسم الله، خديت كيلو من البطاطس بالقشره ديالها، غنضيف لها الماء الكافي باش تسلق ونوضعها فوق النار. من بعد ما البطاطس تسلقات تخلصت من القشور، وغنوضعها في الثلاجه حتى تبرد مزيان وتنشف من الماء اللي فيها. وهذا سر من اسرار نجاح المعقوده، حيث كاين شي بنات كتفتت لهم المعقوده في الزيت. باش تتفاداو هذا المشكل لازم تخليو البطاطس تنشف مزيان من الماء. من بعد ما البطاطس بردات غنبدا نمعسها. غنضيف لها فقط ملعقة صغيرة من الكمون والملح والقليل من المعدنوس، ونخلط هذه المكونات جيدا باستعمال الفرشاة باش نتخلص من كرات البطاطس اللي بقاو ليا. دابا غنتقل معكم لتحضير العجين اللي يغلف لينا البطاطس. في هذا العجين غنحتاج 2 كؤوس من الدقيق الابيض، 1 قليل من الملح، 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، 1/4 ملعقة صغيرة من الخرقوم، وملعقة صغيرة من سكينجبير. نخلط مزيان هاد المكونات. من بعد غنبدأ نضيف الماء شوية بشوية حتى يتجمع ليا العجين ويكون العجين ثقيل شيئا ما، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف. وبالنسبة ل2 كؤوس من الدقيق، فأنا احتاجت تقريبا 2 كؤوس إلى 1/4 من الماء. وباش نتأكد أن العجين مبقاوش فيه الحبيبات، فغنوضعه في طحانة كهربائية وغنضيف له في الأخير 1/4 ملعقة صغيرة من خميرة الخبز. Thank you.
القوام اللي حصلت عليه غنوضعها جانبا ونخليها تختمر 10 دقائق. البطاطس كتجي ناشفه ورطبه وما كتلصقش في اليدين، غنشكلها على شكل كرات ونضغط عليها شويه بالكف ديالي. ومن بعد غنوضع كرات البطاطس في العجين ونحاول نغطيها من جميع الجوانب ونتخلص من العجين اللي زايد باستعمال الشوكة. والزيت لازم تكون سخونة مزيان قبل ما توضعوا فيها البطاطس. البطاطس كيف ما كتلاحظوا ما كتفتتش وما كتخرجش من العجين، يعني العجينه كتبقى مغلفه البطاطا وايضا البطاطس كتبقى في الشكل ديالها. ومن بعد ما كتحمر من التحت غنقلبها على الوجه الاخر. إلى عجبكم الفيديو وعجبتكم هذه الطريقة كنتمنى تشاركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب وعلى زر الجرس باش يوصلكم الجديد فضلا وليس أمرا. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.